السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. كل نحط التهنئات والتبريكات البارحة. أنا أبوي قلت اليوم روحي من صباح الله خير، ببارك بلادنا الحبيبة، ببارك أول مبارك العمارنا. نحن التهنئات التهاني والتبريكات هذه العمارنا. نحن عني أنا أتكلم، عني أنا وعن الناس اللي أحبهم وأعرفهم صدقاني وخلاني واللي أسير وعي عليهم واللي تشوفهم عيني كلهم أبوي هاي يقولون مبارك العمارنا، مبارك العمارنا أعياد عمان، لأن عمان السلطنة حكومة وشعبا، والإمارات حكومة وشعبا. من استوت الدنيا وهم ضربة، ما بحد شرق وحد غرب، ما كان حتى حدود ولا كان حتى يدار ولا كان شيء مكان أصلا يفصل بيننا وبينهم. هذا الحين استوى لأجل يعني أمنيا، ولا نحن منبونا صحنا واحد وعيشتنا واحد وأكلنا وشربنا واحد، عادات والتقاليد والأكل والشرب والرمس والسير واليي والمذهب والمعنى وفي كل أمور اللي تختص بين البلدين. لأنهم شفت يوم يقول لك توأم هذه الإمارات وهذه عمان، التوأم رابيات في بطن واحد، فلذلك هن خوات. من استوت الدنيا خوات دنيا هني ونبارك جلالة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، الله يحفظه من بأجله يا ربي، هو وذريته والعائلة الكريمة، ويبارك إن شاء الله للسيدة الجليلة حرم السلطان هيثم، بارك الله فيها هي وذريته وإخوانها وأهلهم وكل أحبابهم وخلانهم. نحن منكم وفيكم، ونحن من عمان، ونحن هلنا هل عمان وصدقاننا، ونحن وهل عمان من استوت الدنيا خلان لو تنجلب الدنيا فوق تحت ما نلقط الدورة من هل عمان، ولا هل عمان بعد يلقطون الدورة مننا. نحن أبوي عيوننا المركبة عمان، واليوم أبوي نبارك لهم. أنا يا خالد أبارك لهم بعيدهم وبعيادهم ويعلى أيامهم كلها فرح وأيام تكون سعادة وسرور وأناس ومن ازدهار إلى ازدهار. سريع من عمان من كم يوم، من 4 أيام ما خليت مكان في الباطنة، عرعرت الدنيا هذه كلها. والله يا أبوكم هبشاهين لو بيهم أبوي شواهين الدنيا كلها. والله يا عمان يحافظنها رب العالمين في جيل، يا رب ارحم هذا الطحف اللي يوه الطوفان اللي يوم هذا له حال يا أبوكم في الدول العظمى اللي ميزانية تم تغطي مطلع الشمس، والله ما راموا يسوون كنترول مثل اللي سوت عمان، ما كأنه استوى مر ولا ضر. تبارك الرحمن، شمن هذا أرض مباركة، سلاطين الله طالع فيهم ببركة، حبهم لبلادهم، الشعب العماني يعشق بلاده وما يرضى أدنات الدون علي، الله يحفظهم ومبارك لشعبهم والكل كبير وصغير، والله يحفظ عمان وما حاش حوشة من شرقها لين غربها، ومرحبا مليار بعمان وأهلها. حين صلاح ناقبني من الصبح، ليش ما تصور؟ صورنا خير شيء تبي تقول؟ خباخ نبي يتم ستوري اليوم في هذه حق يبقى نوصل دبي نصور بعد. ليش؟ صباح الخير يا طلاب، صباح الخير. يوب. الله أشوف يا سلام. حالي يا موز، حالي يا صباح السلاطين، ما شاء الله عليك يا صلاح. أما الدمام رقم واحد ما شاء الله عليك يا صلاح. حلوة اللحية عليك زاهية. أيه. أشوف سوي غمز شوية. لا غمزة عين وحدة. معرفة. أنت حياتك لا. صلاح عين وحدة. ها. عين وحدة. معرفة. عين وحدة. ها. وحدة. معرفة. يا صلاح. صباح الخير. أيه. هو ليو. خبر لا. منو؟ عزيز. شو تباه؟ الطباخ يقول لي قلنا حبيبي بس شيء غدا. لا كلهم لازم بتكلمه. حنايا زقري حفيظ شو اسمه عزيز. السلام عليكم. تعال دار صلاح نيها. شو تبغى هذا وياك؟ صالونا دي. ايوه يا شبيات حبيبي.
شو يعني الحين؟ بس كلام شوكولاته. ترى قلت لك مسوي لك صالونه، انت تحب الصالون مسوي لك صالونه. حبيبي يدري انك موجود، يدري بتتغدى صلاح. ايه شارك انت موجود وال20 نفر موجود. ايه الحمد لله. شو المشكله يعني الحين؟ بس يعني ما ابنيش. اوكي اوكي ان شاء الله. ثانك يو. لا يا تلي واحد ولا وصل رفيع المقام قصر العلام وعطره على خطف على دار عشق اللي لها القلب بس مركوز حبها ركز اول وريدي واخره وصل رفيع المقام قصر العلام وعطره حبها ركز بوال وريدي وآخرة لو وين هالختلة كلها؟ الختلة هاي أبوي موجود في البيت، عندي جماعة لكن أبوي الجماعة ما يبون التصوير، وعاد حينه تشد قهوة وهذا ما شيء إلا صحيح الكلام. الريجات هناك مريودة أصلاً، نسيت أعزم عليه بالريوق. إنزين وندخن عاد حينه، وقلنا بنحط له هذه أبوي عنبرة الزرق، قلنا لكم عبارة الزرق اللي هو العنبر الأزرق ينحط فقط للناس الغالين اللي يعرفون قدره، واللي يعرفون مكانت عنبرة الزرق، يعني ما تنحط حق أي حد، للناس فقط الخصوصيين. ها صلاح لمنو؟ أشكر فنك. وهذه عنبرة الزرق عاد الحين بتبتدي تفوتخ، بنعطيها الرجال أبوي يتدخن. ينشق في راسك. ما يبى أبوي، ما يبى، رفض قطعي، رفض قطعي. إنت شو أسوي يا صلاح؟ ما بديح. ندري بأنك إذا كان ما بطايع أبوي يتصور. منهل على اساس انه جالس ويانا، والله يبك من يلس ولا تنطق ولا بحرف، كلمه ما قال، بس جالس اللي يسمعنا شو نقول وشو ما نقول، ولا تنطق حتى بحرف. يراقب. وهذا يقول عنبرة فوتخة. شوف ايش قاعد تطابخ، ايش قاعد تطابخ، ريحته يا ابوكم تجيب العافيه، تجيب العافيه، تجيب العافيه. سعيد ابوي ولدي ويانا لكن ما يبى التصوير. ليش اسوي؟ شو اسوي؟ شو اسوي؟ شو اسوي؟ الغالب طوعي. اشوف يا حسا. لا اله الا الله. يا سر حبيبي. لا اله الا الله، جالسين تقهوه انا وهو عقب ما صار ريال. اقول وين بسير؟ قال بسير اشوف حصه. لا اله الا الله، شوف سبحان الله البني ادم. شوف الرحمه يوم الله يجعلها في قلب انسان. قال بسير اجلس على الكرسي واشوف حصه، هذه ها حصه لها حصه. شو تبي تقولها؟ شو جاي؟ بشوف. سلمت عليها اليوم؟ لا 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 كوفي. هي. لا خليها. هي. جاب هذا بتصدق طلعت شيء عنها؟ لا لا. لا وين قوم بعشة؟ ما بقى عندك قوم بعشة؟ كوفي. هي. سألوا السباح. هي. سلمت عليها. هي. تعرفون شو يقول الحين؟ لا إلى الحين بخبركم شيء يقول، صبروا. صلاح طالت أعماركم يقول أنا يوم أسير الكوفي. يصير الكوفي في الخالدية، هو في الدرب ساير الكوفي، الدرب هاي خطف على المعشرة اللي هي معشرة البطيل، يوم يخطف يسلم عليها وهي في القفر. لا إله إلا الله، سبحان الله. شوفوا شوفوا البني آدم كيف، هذا هو يعني هالنمونة، ما بالك لو إنسان يعني بكامل قوة، والله يا ناس كامل قواهم العقلية
وما حد أسوى عنهم في العقل، والله يخطفون على المقابر ما يسلمون ولا يتغفرون ولا يترحمون على اللي في المقابر. وهذا سبحان الله جزاه الله خير. شكرا صلوحة حبيبي، كانت تعشقه صراحة، كانت تداري عليه وتروع عليه يعني حالها حال أمي الله يغفر لها، إذا مش أكثر ولا مش أقل. الله يجعلها إن شاء الله يجعل كل اهتمامها فيه في ميزان حسناتها، ويغفر لها ويرحمها ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. تحبها أنت صلاح حصة؟ الله يرحمها إن شاء الله. بعدي بدأ خطايا في القول والغاية، عزمت مشايا واني عمان ذرعي، داري نعتيني يا مقلط العيني، لك اسم وثنيني والروح ذي كلها، واني عاشق بلادي ما شي عن هيردني، هوبيها وعمان العشق يا شطفة فوادي، حبك حبالة جدني، هوبيها وعمان العشق حالي، والدرب عادلها يلفحني الغربي ومكمل دربي، مذر يا بربي والخطوة أحسبها، وانا عاشق بلادي سدرت بلادي ضايلة، يا ويبها الشادي وصلت ما قصودي، وفيت بعهودي والراية أرفعها، سجل ويا دفتر فصحايفك سطر، أنا قادرة وأكثر وأعمال أمثلها، والخاتمة سنودي وصلت ما قصودي، وفيت بعهودي والراية أرفعها، سجل سجل ويا دفتر فصحايفك سطر، أنا قادرة وأكثر وما نمثلها، وأنا عاشق بلادي عشق الخريطة مكملة، هوبيها وعمان العشق تتبارك أعيادي، هيثم رفيع المنزلة هوبيها وعمان العشق. رقدت شوي ولا لا؟ كم رقدت؟ 100. انا ابو كل بلميات. رقدت زين صراحه؟ قهويت؟ خلاص. تحطوا سماه في السياره؟ شنطك كنت وين وغراضك؟ كل داخل السياره والدله؟ كل شيء في السياره. يلا. نسيت القهوه شويه صلاح؟ ناخذ لنا فنيال قبل ما نسير. ها؟ ولا تقهوى في الدرب؟ ان شاء الله. يا ربي صلاح القوم تروغه القوم. انا استعيب من ريال ليالة سحين قدام من ظهرنا وانت ساكت كل ما تكلم. ليش؟ شو تشوف؟ اول مره تصير تبيد؟ والله يا ابوكم ولا تنطق ولا حرف. من ظهرنا من ابو ظبي الحين ها وصلنا دبي. ليش يعني؟ ولا حرف تنطق الحين وصلنا نحن دبي، ولا قال برم ولا قال اق.
كان ريت كان بني ادم. ليش يعني ضمنت انك بتصير دبي صح؟ انت يوم تعرف يعني ليش ما تتكلم؟ ليش؟ مو بينهم والله بينهم. الله اكبر، انت ما تنايم؟ لا شوف انت. انت يا تنخر اصلا. والله بينهم والله بينهم. انزين انزين. ماشي مشكلة، لا تحلف، لا تحلف بالكذب. الله بيحافيك. الله الله. يا ربي ما كذبك. عشي ابوكم عشي ابوكم، ما بغينا نوصل ما بغينا نوصل. بعد هاي ما بغينا نوصل ما بغينا نوصل. اللي اخرنا طالت عماركم كان عندي شغل، خطفت تحريت المكان اللي انا شغلي فيه، مخطف طريق ترى. طلع ابوي وين بلي سمضي عياله، لكن ابوي منتي وتشوف هالمنظر الجميل، يخوز تعب الدرب، يخوز كل شيء، كل شيء هون لجلك يا هالدار، كل شيء هون لجلك. يا سلام يا سلام. يلا وقع. Thank you so much. And this is your sweet keys. Please, yeah, this one for you. Enjoy your stay. Yeah? Thank you. 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 Ah, habibi. شو سامح؟ شو بس أنا بليز. أنا بليز. حط هذا الماسك. ها شو الشرطة بوليس؟ شو صلاح؟ شوفوه. أنا ما يخصني. لا لا لا. أنا ما يخصني. الحين أبلغ عليك أنا الشرطة. أخ. أيوة. هي 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 انت شبريه وهو شبريه روحه مفتاحين واحد انت واحد هو هي هي نحن يتم اختيارنا فندق ادرس داون تاون. ليش؟ لان فيه حياه. انا احب المكان اللي فيه حياه، ما احب المكان اللي مظلم، ما احب المكان اللي ما فيه اواد، ما احب المكان اللي ما فيه فعاليات، ما أحب المكان المعتزل أو اللي بعيد عن العرب. فلذلك فلقطنا دوم ما نسكن إلا في هالفندق. هبلا نحن وغيرنا أصلاً بعناء لين تحصل مكان، بعناء يعني مش بسهولة إنك تحصل حجز في الفندق. وهذا الحمد لله توفيق من الله، كل ما بغينا يعني حجز من دبي يعني قبل حشر بعشر نحجز، يعني قبلها بأسبوع خمسة أيام، والحمد لله أمورنا متيسرة. وين ما سير فضل من الله. أي ليش في عقلك إنك بتوصل وبتريق شارك ساعة؟ ما توصل إلا أبوي السامان يا أبوه. من توصل سامانك أبوي سيده. ها المكان معدل ومزين، وها خطر عليهم بس يدخنون لك أبوي الحجار ويروحونهن ويحطون لك أبوي العود والشماطري. هاي حجرتي أنا اللي تمي صورتها، وهاي حجرة صلاح. هذا القسم طارت عماركم مع صلاح، قسم مسيو صلاح. هذا صلاح، هاي حجرته زين، وهذه بلكونة صلاح، بلكونة مشتركة بيني وبينه، وهذا المكتب، وهذا طارت عماركم جلستنا النهارية والليلية على طول بتكون هني. وهاي حجرتي، فتح البلكونة أو بند البلكونة، وهاي فوالتهم حاطينها القشرات يساوقون. وهذا طالت عماركم لفيو مال بيتنا. اللي بيشوف قشراتنا بيقول هاي ابو سارين بيجلسون سنه. وهذا قسمنا اليوم، حطونا في الدور ال11. حطونا طالت عماركم في الدور ال11. في الدور ال11. شايف في حوض سباحه هناك بعد، حوض سباحه جاكوزي. يلسم هذا المكان الفنان، هذا الفيو اللي ماشي شراته فيو في الدنيا العودة. خبريكم قايلين لكم نحن من قبل مصر أم الدنيا، ودبي كل الدنيا كل الدنيا. فلذلك تشوف العالم كلها عندهم، وين ما تصد كل حد من جميع أنحاء الدنيا كلهم. لذلك سموها أبوي، ما بسموها أنا بالذات سميتها يعني كل الدنيا. هي نعم دبي هي كل الدنيا.
المنظر الجميل أخبركم، ومن عند من هالإطلالة الرائعة للعالم تعناها من آخر الدنيا، وفي هالمبنى اللي ياخذ ويصرقع العقل تسرجيع، يسرجع العقل تسرجيع. نخبركم إن بكرة إن شاء الله من الساعة 4 العصر بكون في العوير في سوق المزارعين مزرعة النخيل. تقولون ما قلنا لكم؟ الحاضر يعلم الغايب، بنحضر وبيلس، بحاول كثر ما أقدر أغطي جميع أماكن سوق المزارعين إن شاء الله، مزرعة النخيل اللي في العوير إذا الله جعلنا من الحين. باكر الساعة 4 العصر، لا تقولون ما حد قال لكم، الحاضر يعلم الغايب. عنوتنا نحن من أبوظبي لين دبي المرة هذه لأجل السوق هذا، سوق المزارعين، شيء جميل في منتهى الروعة. حاضر يعلم الغايب، لا تقولوا ما قلنا لك. سوق المزارعين فيه اما تشتهي النفس انتاج العزب والمزارع والاشياء اليدويه مارت المزارع، منتجات المزارع من مربيات واجبان وكل ما يختص بانتاج العزب والمزارع كله موجود بوي هناك. لا تقولوا ما قلنا لكم، هذا اولا. المجينجا والبيزات ما شيء كرت، ما شيء مال مكينه، ما شيء أبل بي، كل كاش عندهم. إيه لا تقولون ما قلنا لكم. تقول بعد شيء خبر ثالث، كل حد بويه يبي يشتري شيء يبون قراطيس وياهم، ما بقراطيس، أكياس قماشية شيء شكله شيك جميل. المهم اللي يبي يشتري شيء لازم يحط في باله إنه يجيب أكياس وياه، ما هات عري هايين حق يحط سامان اللي بيشتري يحطه وياه. لا تقولون ما قلنا لكم. نعم تعالن انتن تعالن ويبن ابوي العماله اللي عندكم في البيت وياكم، منها تمشي حي وحاي وبيع مسابيح، بتتشرون الاشياء الفريش الطازه اللي توها ظاهر من المزارع ومعدله ومزينه ومريابيلكم افخر ما يكون، وبدقه رزق بسعر التكلفه، اشياء جميله من عسل، من اجبان، من مربيات، من فواكه، من خضار موسميه، سلطات، كل ما تشتهي الالبان، اليقط، الدهن، البزرة، كل شيء انتاج مزارعنا وشبابنا وعوائلنا وهاليتنا، انتاج الدوله، اشياء فنانه وشيء زين، ومكان يعني المكان فنان يعني للتمشيه، الواحد يصير يغير جو، مكان في الهواء الطلق، هالجو اللي ياخذ العقل. حديقه النخيل معروفه في العوير، حديقة النخيل، جميع النخيل اللي تسوى نوم العين فيها، نوايع، بجوس، عواوين، صروب، كل شيء تبونه موجود في هذه المزرعة، توكلوا على الله. آدمي من يصير يتثاوب شو؟ منو واحد توا ياس عدالي؟ تثاوب، واحد ياس عدالي تثاوب. أنا هواوي هو لك منو ليه تثاوب توا؟ أنت ولا أنا؟ أنا ما تثاوب. ليه تثاوب شو معناته؟ يبي يرقد. يعني لا انت الحين جاي من ابو ظبي لين دبي، دبي 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 دبي، يوم جينا دبي تبي ترقد؟ زايد بس نمت محمد بن زايد زي وحينه منو لي يتثاوب توه؟ انت شكرا عفل. طبيعي يا ستريا قوم صلاح يخلصوا، صلاح صار يسبح ومنها صار يتلبس، وانا ابوي زاهب وياس اصور لكم هذا هالاشياء الجميله. ها كل من عندهم، هاي فوالتهم، هاي فوايلها، ما ميوات من خضرة من كل شيء. مستر الخالدي ثانك يو، يقولكم مستر الخالدي يقولكم ثانك يو، ثانك يو على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وشكرا جزيلا. وقف سيدة عادة راوي جوتي، يا سلام من عند المندوس، مندوس مندوس قلنا لهم، قلنا لهم كم تبي يعطونك؟ 10 4 هذا ابوي كشخه، هذه كشخه صلاح وهذه طالت اعماركم كشخه ينا، هذه ابوي كشخه الفنان اليوم، ها وهذا جوتي طالت اعماركم ريتشموند، عمره اظني والله بقولكم 23 سنه، يعني 23 سنه عمره هالجوتي، لكن ولا اول التحرى تو ماخوذ والله يا ابوكم، ها من 23 سنه لو اكثر بعد، فنان ومازينها
ما زين هي ابوك ما انا بكبري فنان ما شاء الله علي. هذا هاي الكشخه اليوم هذا انا شو الكشخه تعدل داز بالحيل كلم تروح لكن ما الدخين ما دخنت كل ما اقول باخذ من المدخن هالي يحطون صغيرونات هالكبير ويلبقون تيها الشرات اللي هالفنانين المطربين تستعمل من احلام دوم وين ما تصير تشيل المدخن هالكبير وتتدخن فيه والله ولا يسوي انا تروع من هذا ها هذا هاي ون هذا تروع من هالونا هذا زيغ منه في سالفته يوم الى ان ون بس بغيت اوريكم كشختي الفنان هذا يا سلام عليك يا ابو محمد الله الذي اي حافظ يلا have some bread fresh bread with pesto sauce حلوه 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 صراحه تعرف سالته شو اسمك الياس الياس زين سأل خبر عن اسمك انت سلا ما شاء الله الياس سلا فيري جود سلا سلا صراحه انت من وين قول له اوغندا ايوه صح اوغندا شو دراك ايش عرف اوغندا زين هي ثانك يو